بتخلصي الساعه كام؟ ما بترديش ليه ولا انت خارصه؟ شيل ايدك من فضلك، ما يصحش كده. سيبي نفسك بس وهتلاقي كل حاجه بقت تمام. ياسين ازاي تيجي هنا كده؟ خطر عليك، افرض حد شافك. كان لازم اجاوبني. فهنا ما عرفتش اوضعه في جنازته. حقه يا خالتي، سيبيه سيبيه. يرضي مين بس يا رب؟ يرضي مين ان احنا ما ناخدش 40 ابونا في البيت زي الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فاروق، اشوف فيك يوم اسمك. الو يا رعي، في ايه؟ طب تفهميني، في ايه رعي؟ يا رعي انت كويسه؟ هشوفك بكره الصبح ان شاء الله. مع السلامه. سلام. خلي بالك من نفسك. اه ياسين. اه روي، انت فين؟ انا داخل على اللوكيشن اللي بعتهولي. طيب تمام، انا هطلع لك على اول الشارع دلوقتي. سلام. عنك بدل ما تقعد معاك.